بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا. وهذه أرق تحيات المعلق الرياضي علاء متولي، حيث ننتقل بكم إلى الأكاديمية الدولية بدبي، حيث الدورة الدولية الثانية التي تنظمها دبي بالتعاون مع الأكاديمية الأسبانية، الدورة الكبيرة يمكن اللي بيشارك فيها ناشئيننا وبراعمنا مواليد 2005، بطولة بيشارك فيها 20 فريق. المباراة اللي احنا بنتابعها الآن هي ضمن المجموعة الرابعة من الملعب الرئيسي بالأكاديمية الدولية بدبي، اللقاء الذي يجمع بين النادي الأهلي ونادي سيلتا فيجو الإسباني، لقاء ضمن المجموعة الرابعة، دي تاني مباريات هذه المجموعة. اللقاء الأول كانت أقيمت بتوقيت دبي 10 صباحا، أول المباريات النادي الأهلي لعب مع الشارقة الإماراتي، وقدر النادي الأهلي يفوز بأربع أهداف للا شيء، سجلهم طارق فوزي ومحمد أبو العمايم، وهدفين سجلهم يوسف عفيفي أو كما يطلق عليه في النادي الأهلي الساحر. أما فريق سيلتا فيجو فلعب مع الأكاديمية الكندية وفاز عليها 3-1. يعني النهاردة في مباراة زي دي الأهلي عشان يتصدر هذه المجموعة هيبقى طبعا المنافسة بين وبين سيلتا فيجو، هو المتصدر للمجموعة. على فكرة البطولة دي فيها 20 فريق، 5 فرق كبار من أوروبا هم اللي بيتصدروا المجموعات، ليفربول، يوفنتوس، ريال مدريد، برشلونة وسيلتا فيجو، كل فريق منهم هو بيتصدر المجموعة. احنا في المجموعة اللي بيتصدرها فريق سيلتا فيجو، واحنا حتى الآن متصدرين لهذه المجموعة بأول فوز. النادي الأهلي في ملعب المباراة بيمثله حراسة المرمى محمد السيد. على فكرة المباراة بتتلعب غير النظام اللي بنشوفه 11 لاعب عندنا، لا، ملعوبة ب 8 لاعبين، ملعب طوله 70 متر وعرضه 50 متر، وهنشوف شايفين خط ال 12 ده اللي هيبقى خط التسلل. يعني في قوانين كده هنشوفها في مباراة النهارده مختلفة تماما، ما تبصش لدوري الكبار، ما تبصش لأي نتيجة تانية، ما تحطش هذه المرحلة العمرية وتقارن بينها وبين الكبار، لأن المرحلة دي لها أهدافها ولها أغراضها ولها طريقتها. الأهلي النهارده عندنا الحارس محمد السيد، بكات أحمد أيمن وشهرته مارادونا، يوسف جمال، معتز السيد وسيف أيمن، 2 في وسط الملعب، محمد رأفت عبد العظيم وشهرته كريستيانو، يوسف عفيفي الساحر رقم 10، وقدام معاهم طارق فوزي ومحمد محمود. وادي الركنيه الاهلي، نروح لها بعد كده نشوف تشكيله سيلتا فيجو. وادي على طول الكره بتخبط في راس طارق فوزي وتخرج بره الملعب، ورمي التماس لسيلتا فيجو. سيلتا فيجو بيدخل مباراه النهارده مع الحارس خورخ ليستون، قدامه 2 باكات، نويل كاباناس وياجو بيريز، قدامهم 2 في وسط الملعب، ميجل انجل سلجادو رقم 7 وديفيد باريرو 15، قدامهم اليخاندرو ديلجادو رقم 15، ادواردو جونزاليس رقم 9، وقلب الهجوم اليخاندرو بريتو. دي فرقه. وادي قدام مننا 16 ييجو بيريز يلعب كورته للامام، قلنا الخط اللي قدام مننا ال 12 ده اللي هتتحسب من بعد منه التسلل، يبقى في حاجات في القانون مختلفة. أيضا نسينا نقول لكم إن المباراة دي بتتلعب على شوطين، شايفين واقف على الخط بيتكلم، أدي أهو بيبو كابتن أحمد سمير، واحد من أفضل المدربين طبعا النادي الأهلي طول عمر مدربينه ما شاء الله، وبخاصة في قطاع الناشئين هايلين. بيبو كنا بنشوفه زمان بقى في البرامج اللي كانت بتعمل له للمهارات والموهوبين، عشان كده أطلقوا عليه بيبو. اسم بيبو في الأهلي ده رمز المهارة، رمز القدرة على التحكم في الكورة، رمز حب الناس. أدي الكورة هي بتتلعب للأمام، إنما بتتقطع مرة تانية وبياخدها اللاعب أليخاندرو بيرجعها، إنما بتوصل على طول للحارس خورخ ليستون. أدي المدير الفني أليخاندرو سالفو واقف على الخط، فأي توقف كده هنقول البعثات وكده.
الملعب ده زي ما احنا شايفين الأكاديمية دي ملعبها صغير، مش بتستخدم زي ما بنشوف الملاعب عندنا تراك ألعاب قوة ومدرجات، لا دي حاجة كده بتتعمل للبراعم، مكان للبراعم. عشان كده هيجي وقت ونقول لكم البراعم بيتعاملوا معاهم ازاي في أوروبا. عشان كده البطولة دي نتمنى كده بالسيستم اللي بتتلعب بيه بالسبعين في خمسين يبقى احنا كده بنأدي الكلام ده. وادي التسديدة من فريق سيلتا فيجو، انما معاها الحارس العملاق محمد سيد، هنقول عليه عملاق بقى. وادي قدامنا اهو 33 معتز السيد، شايفين وجوه ولاد صغيرين لسه تحت 13 سنة، براعم نتعامل معاهم معاملة تختلف تماما. على فكرة من ضمن براعمنا الموجودين 32 محمد رأفت عبد العظيم ده، وهو عنده 7 سنين كان عايش في فرنسا واتعلم في باريس سان جيرمان شوية كورة هناك، ولما عرفت المعلومات عنه بسأل قال لك هناك الناس بتتعامل مع البراعم فن، كرة القدم في هذه المراحل فن، بعلم مهارة بحببه في الكورة وفي نفس الوقت بديله شوية بدني خفيف اللي بيها أعلى بمستوى واحدة واحدة. عشان كده احنا عايزين نوجه لأنديتنا الكلام ده، بنقوله الإمكانيات والأندية إمكانياتها ضعيفة، لكن عايزين نقول لكل نادي اهتم بالناشئين بتوعك بشوية جري. شوية الجري مش هيكلفوهم كتير، لما في السن ده يبدأ يجري في التمرين 1000-1500 متر، بعد التمرين بعديها بسنة يجري 2 كيلو، بعديها بسنة يجري 3 كيلو، عبال ما يوصل للدرجة الأولى يبقى بيعرف يجري 12-13 كيلو في المباراة، لو خلص المباراة يلعب مباراة تانية. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له في كرة القدم، لان احنا خلاص دخلنا في عالم الاحتراف. وادي محاولة، انما دفاع الاهلي اصل يوسف جمال قطع كرة جميلة جدا وملعوبة للامام تترد مرة تانية، لسه النتيجة التعادل بدون اهداف، واحنا مرت 8 دقايق من الشوط الاول. رمي التماس للاهلي، شايفين المساحات اللي حوالين الملعب مستخدمة ازاي، يعني في حاجات كده عايزين نشوفها ونقلدها ونعملها. النهاردة عندنا 20 فريق من أعظم الفرق اللي في العالم موجودة النهاردة في دورة زي دي، تشكر قناة الأهلي، مشكورين أهل قناة النادي الأهلي إن هم ينقلوا لنا هذا الحدث ويفرجونا العالم بره شكله عامل ازاي. وادي يوسف جمال بيلعب رمية التماس، الكاميرا العكسية جايبة لنا اللقطة من ناحية اليمين بتلعب، ودي النقلة السريعة أمامية، فرصة للأهلي، فرصة، إنما برافو برافو خورخ ليستون يتصدى للكرة. إيه التسديدة اللي اتلعبت؟ أعتقد طريق فوزي اللي لعب الكرة. ودي على طول بعد ال 12 ياردة حكم المباراة بيصفر مدي التسلل. أدي تبديل، أدي أهي الكرة مرة تانية والانطلاقة من الشمال، دخل طريق فوزي وحطها معاها خورخ ليستون تصدى للكرة. طارق فوزي النهارده كان سجل هدف في الشارقه في الصباح. ادي على طول نقله لسيلتا فيجو، نادي سيلتا فيجو عايزين نقوله نادي من الانديه اللي في الوسط في الدوري الاسباني، وكلنا بنتابع الكوره تقريبا، هم ترتيبهم 11 كفريق اول هنا يعني من فرق الوسط، بقى ريال مدريد وبرشلونه واتليتيكو وفالنسيا والانديه دي، هو نادي من انديه الوسط. رمي التماس للاهلي، اعتقد ايمن اللي هيلعبها. ادي رمية التماس اتلعب، يردها مرة تانية سيلتا فيجو، انما في ضغط حلو قوي بيضغط طارق، بتقطع الكورة تروح ناحية اليمين مع فرقة سيلتا فيجو، انما مقطوعة في الوسط جميلة قوي من اعتقد محمد رأفت اللي قطع الكورة اللي فاتت دي. واني منقولة طارق فوزي عايز يعدي، جسمه حلو طارق على فكرة، بره بيهتموا بالجسم القوي والسريع، يعني لازم يكون اللاعب جسمه قوي عشان يقدر يصد في ارض الملعب، عكس ما كنا دايما نتخيل ان لاعب الكره لازم يكون كده سفيف ورفيع، لا الكره النهارده بقت احتراف، بقت شغل هام. وادي طارق فوزي جسمه حلو، اختيار مميز من اداره النادي الاهلي للبراعم في هذه المرحله العمريه. وادي على طول ترجع مره ثانيه في وسط الملعب، انما تجربه زي دي احنا بقى مش عايزين ناخدها بشد، كسبنا ما كسبناش، لا الحاجات دي ولادنا لازم تستمتع بيها، واكيد كابتن بيبو قايل لولاده الكلام ده، احنا عايزين نروح نستمتع بكوره، عايزين نلعب باللمسه. عشان كده احنا واحنا بنتكلم ما بنتكلمش بطريقه التعليق على مباريات الكبار، احنا بنشرح حاجات لان السن الصغير ده احنا عايزين نكون بنتفرج على المباراه ريلاكس وبنستمتع ريلاكس، وباي نتيجه ابني بعد ما يخلص ابتسم في وجهه
واقول له برافو عليك، لانك انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم على اول السلم في كره القدم. على طول تتلعب الكره ناحيه اليمين، بياخدها رقم 16 ييجو بريز، يحطها ناحيه الشمال مره ثانيه منقوله هناك. عفوا اذا كنا مش هنقدر نقول بعض الاسماء لان الصوره بعيده والارقام بعيده واحنا مش حافظين ولاد، بس بنتكلم عن وادي. على طول كره طلعها محمد السيد الى خارج الملعب، ادي بتتعاد مره ثانيه، تسديده والله حلوه. يعني الولد ده عنده مهاره حلوه قوي، رقم 9 ادواردو جونزاليس، ده تصنيفه فورورد. وادي على طول النيران الصديقة تأتي الرياح بما لا تشتهي. معلش معلش نروح، ده هدف أول بعد 12 دقيقة. الكرة خبطت في الدفاع، اعتبرها إن رقم 2 نايل كاباناس اللي لعب الركنية هو اللي أخدها، أهو راجع مسجل أول الأهداف. وادي الركنية اتلعبت وتخبط الكرة في راس مارادونا. معلش يا مارادونا، جات اكتر من رايحات، بنتعلم ياما ياما حاجات كتير قوي بنشوفها. معلش هي خبطت اهي، عفوا قدر الله ما شاء فعل. يتقدم سيلتا فيجو بهدف، انما اولادنا واقفين على رجليهم بشكل كويس جدا، بيأدوا كوره شكلها حلو. وادي نقله مره ثانيه ومحاوله وعرضيه، انما بيقفل الزاويه الحارس كورت ليستون. وادي مرة تانية كانت اللعبة كان متحرك معاها الساحر يوسف جمال. ألقاب بقى مسمينها في النادي الأهلي لأولادنا، يعني أحمد أيمن واخد لقب مارادونا، محمد رأفت عبد العظيم واخد لقب كريستيانو، يوسف عفيفي واخد الساحر. نفسي بقى أولادنا وهي بتلعب بقى كورة بقى، يعني إيه هم بيتفرجوا على الدوريات الأوروبية دلوقتي، بس نتمنى بقى يبقى عندنا ألقاب بقى لنجومنا القدام، يعني يبقى لنا مثل اعلى في نجومنا القدام. بنتفرج على قناه الاهلي على اهداف نجومنا القدام، نتمنى نشوف اولادنا بتاخد نفس الالقاب بتاعه الكبار في النادي الاهلي. وادي على طول ركنيه اخرى من ناحيه اليمين، رايح لها رقم 9 ادواردو جونزاليس، هيلعبها بقدمه الشمال. وادي عالية يردها الدفاع، ترجع مرة تانية لرقم 10 أليخاندرو يلعبها. وادي يلعبها الراجل أبو شعر طويل ده، ده أعتقد ده مين ده بقى، بيروتو ولا ده مين ده؟ رقم 7 ميجل أنجل سلجادو. سلجادو ده شبه كابتن أعتقد، بس ده اسمه، هل هو ده ابن ميشيل سلجادو؟ لا هو اسمه ميجيل انجل سلجادو. طبعا زي ما احنا عارفين ميجيل سلجادو النجم الاسباني الكبير ورئيس الاكاديميه الاسبانيه هو مدير هذه البطوله. فاكرين طبعا سلجادو كان ظهير ايمن هايل جدا في المنتخب الاسباني، ولعب مع ريال مدريد ولعب كاس عالم 98 و2002 و2006، هو مدير هذه البطوله دي. على فكره مستضيف اتنين نجوم كبار عشان الولاد يشوفوهم، روبرتو كارلوس صاحب القدم اليسرى المميزة، وراؤول جونزاليس النجم الإسباني، يعني واحد من النجوم الكبيرة ومن أشهر نجوم إسبانيا. راؤول جونزاليس شفناه 96 و2002، وهذه على طول كرة تخرج بره الملعب. وربع ساعة فاضل 5 دقايق على نهاية أحداث الشوط الأول اللي بتقدم فيه سيلتا فيجو على الأهلي بهدف يحتسب للاعب نويل كاباناس الباك اليمين، تلعبها ركنية وخبطت يعني ودخلت جوه المرمى. كرة مع النادي الأهلي في وسط الملعب، بيمشي كرة على الأرض، حلو قوي الكلام اللي قايله بيبو، نلعب على الأرض واللمسة من رجلك بتتعمل اهي. وادي العرضية، انما ما كانش في حد متقدم ويبدو ان احتسبها تسلل. قلنا التسلل بيتحسب اي لاعب بيستلم الكرة جوه، شايفين الخط الطولي اللي بعد
قوس ال 18 او احنا بنسميه قوس 18 في الملعب الكبير، لان هو انما هنا الملعب بنعيد مره اخرى اللي بيتفرج معانا على المباراه، النهارده المباراه بتتلعب على ملعب طوله 70 يارده وعرضه 50. وادي محاوله للامام وانطلاقه من محمد محمود، انما بيطلعها على طول الحارس الى ركنيه. ركنيه للنادي الاهلي، نتمنى بقى يستفيد منها اولادنا. وادي كبناس راجع، هنشوف بقى هنستفيد من الركنية دي ولا لأ. وادي عالية والرأسية تمر، لا 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 يا حظك يا حظك، مرت 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 وخرجت بره الملعب وتبقى ركلت مرة مر ركلت مرمى بتضيع الكرة من رقم 28 سيف أيمن. سيف أيمن يلعب باك شمال، ادي هي بتتعاد مرة أخرى. وادي عالية وجاي لها على طول حاططها، والله مفكر فيها حاططها، انما معلش جيت اكتر من ريحان. كرة مع سيلتا فيجو رقم 16 بريز، بيرجع الكرة في وسط الملعب للاعب باريرو ناحية الشمال لبريز مرة تانية، تتنقل منقولة بشكل كويس جدا، استلام حظا على كورته دخل وبيلعب بشمال. لاحظ كده نسبة كبيرة جدا من الولاد في اسبانيا زي الولاد اللي في امريكا الجنوبية، نسبة استخدام القدم اليسرى مهمة جدا. وادي اهو محمد محمود عدى وفات وايضا بيلعب بقدمه اليسرى، انما يزقها من قدام منه اللاعب ياجو بيريز ويحولها بره الملعب. ورمي التماس، رمي التماس للاهلي. ادي مرة ثانية محمد محمود، انما تخبط وياخدها الدفاع، رجع في وسط الملعب بيستلم كورته وبيعدلها دلجادو يلعبها للامام، انما قطعها بشكل كويس يوسف جمال، ترد مرة ثانية في وسط الملعب، استلام جيد جدا وترقيصة انما ما اتلعبتش للامام، خدها الدفاع. و19 دقيقة متبقية، دقيقة فقط على نهاية احداث الشوط الاول وتقدم سيلتا فيجو على الاهلي 1-0. ادي الكره مقطوعه مره ثانيه انما مخطوفه ونقله للامام، محتاج بقى التحرك السريع للامام لما نمسك الكره، يعني الولاد عايزه اكيد بيبقوا هيقولوا لهم الكلام ده بين الشوطين، في حاجات كده بيبقوا حافظينها، بيتقال لهم ايه التعليمات اللي اتقال بيلتزموا بيها، بعد كده يقدروا يغيروا. ممكن يكون بيبو كان بيلعب الشوط الاول عايزين يمسك الملعب ومش عايزين هدف يدخل فينا وجال هدف من خطا، ممكن يكون بيفكر في الحته الهجوميه في الشوط الثاني. كل ده جميل ان الولاد ملتزمه بالكلام اللي المدرب بيقوله لهم في الملعب. الكوره مع فريق سيلتا فيجو في المنطقه الخلفيه، بيمشوا الكوره اخر دقيقه من الوقت الاصلي من الشوط الاول. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واحنا على الهواء معاكم ولقاء الاهلي وسيلتا فيجو ضمن البطوله الدوليه الثانيه للناشئين تحت 13 سنه اللي بتنظم في دبي. وادي ملعوبه مره ثانيه، اعتماده بشكل كبير جدا ناحيه اليمين على اللاعب بريز المدير الفني اليخاندرو سالفو. وادي محمد محمود مقطوعه الكره ترجع مره ثانيه سريعه وبيحاول ينقلها يوسف جمال، انما تروح مره ثانيه عند احمد ايمن، احمد ايمن بيحاول انما بيضغط عليه الدفاع وياخدها مره ثانيه وترجع. اعتقد بين لحظه واخرى حكم اللقاء ممكن يطلق نهايه احداث الشوط الاول، لان مباراه تلت ساعه وما فيهاش توقفات كتير، فاعتقد ان هو ممكن تلت ساعه هو يكتفي بيها. بقول لكم تختلف الامور في هذه المباريات عن مباريات الدرجه الاولى، عشان كده بقول لك ما تحطش الولاد دي تقارن بينهم وبين الفريق الاول، دي لسه مرحله براعم، العالم كله بيتعامل معاها على انها مرحله فن، مرحله امتاع للولاد الصغيره. وادي بريز انما في فاول. هذه محمد، واضح الفاول اللي عمله محمد محمود الشده والركله الحره لسيلتا فيجو، ترد في وسط الملعب
لسه حكم المباراة لم يطلق ساعته. عرفنا من هناك ان المباراة تلت ساعة لسه ما شفناش. وادي الفاول للنادي الاهلي، بتلعب سريع وفعلا هو زود دقيقة حكم المباراة وبتنتهي احداث الشوط الاول من المباراة الودية الدولية لبطولة البراعم اللي بتنظمها دبي على ملاعب الأكاديمية الدولية بدبي بين الأهلي وسيلتا فيجو، وتقدم سيلتا فيجو على الأهلي. الأهلي أعظم. مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، نعود بحضراتكم إلى ملعب الأكاديمية الدولية بدبي حيث نلتقي معكم وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي وسيلتا فيجو تحت 13 سنة في البطولة الدولية الثانية اللي بتنظم في دبي. لقاء الشوط الأول انتهى بين الأهلي وسيلتا فيجو بتقدم فريق سيلتا فيجو بهدف واحد للا شيء. قلنا في الشوط الأول يمكن هذه المباريات بتختلف تماما عن مباريات الكبار. الملعب النهاردة شروط هذه البطولة، الملعب 70 ياردة في 50، زي ما احنا شايفين الخط اللي قدام منطقة ال 18 ده خط ال 12 ياردة، او بيعتبروه هو خط ال 12 ياردة في هذه المباريات، يعني من عنده بتتحسب التسلل على اي لاعب بيستلم الكرة جوه في هذه المنطقة. الفريق 8 لاعبين. بتختلف تماما المباريات في هذه البطولة أو في هذا العمر أو هذا السن عن زي ما بنشوف في الدرجة الأولى. بنقول مرة تانية النادي الأهلي بيشارك ولادنا الحارس محمد السيد معاه الأربع باكات، أحمد أيمن مارادونا رقم 12، أدي كرة للنادي الأهلي نشوفها، وأدي هوبا لما يمسكها على طول الحارس خورخ ليستون جسمه طويل، مع احمد ايمن مارادونا يوسف جمال ومعتز السيد وسيف ايمن، قدامهم اثنين في وسط الملعب يوسف عفيفي وشهرته الساحر، ومحمد رأفت عبد العظيم رقم 32 وشهرته كريستيانو، والمهاجمين للاهلي طارق فوزي ومحمد محمود. فريق سيلتا فيجو بيمثله خورخ ليستون حارس مرمى، معاه باكات نويل كاباناس رقم 2 وياجو بيريز 16، قدامهم اثنين في وسط الملعب ديفيد باريرو رقم 15 وميجل انجل سلجادو رقم 7، وفي ثلاثه فورورد بيلعبوا اليخاندرو ديلجادو رقم 10 وادواردو جونزاليس رقم 9 واليخاندرو بريتو رقم 14. قلنا الشوط في هذه المباريات مدته 20 دقيقه. احنا دلوقتي في بدايه الدقيقه الثالثه من احداث الشوط الثاني. ترى كابتن احمد سمير بيبو قال لولاده ايه؟ وقلنا في هذا النوع من المباريات ادي زي ما انا شايف اهو يحيى احمد والشهره يويو بيشترك. شفنا احمد يحيى احمد وشهرته يويو بيشترك للنادي الاهلي، وادي محاوله للامام والتسديده على طول بتتلعب تسديده من يوسف جمال أو 28 سيف أيمن، اعذروني لو أخطأت في أي اسم. ولادنا طبعا تحت 13 سنة ما خدوش النجومية أكتر في المباريات، طبعا مع الوقت بقى تبان النجومية لما يظهروا معانا واحدة واحدة. وادي رامي التماس هيلعبها رقم 14 أليخاندرو بريتو، يرجع كورته لرقم 4 اللي نزل خوزيه بلاسا أو باليسا. الكرة مع الأهلي، أعتقد الأهلي بقى هيحاول ولاد الأهلي يكثفوا بقى عشان عايزين يرجعوا بالنتيجة أو على الأقل تقدير يتعادلوا، لأن الفرقتين لعبوا الساعة 10 الصبح مباراتين. الأهلي لعب مع الشارقة الإماراتي وفاز عليه 4-0. سيلتا فيجو لعب مع الأكاديمية الكندية وفاز عليها 3-1، يعني قبل هذه المباراة الأهلي متقدم بفارق الأهداف، يكفيه التعادل عشان على الأقل يبقوا متساويين، لكن هو يبقى بفارق الأهداف. هنشوف بقى اللي باقي من الشوط أو ربع ساعة المتبقية دي هيعمل إيه أولادنا في هذه المباراة. قلنا هذا النوع من المباريات بنحس إن هو لازم يكون فيه، ما بقاش فيه المنافسة
اللي زي ما نشوفها عن نقطة والنقطتين والثلاث نقاط في الدوري الممتاز. لسه السن ده بيتبنى فيه البدني، بيتبنى فيه المهاري، بيتبنى فيه النفسي، بيتبنى فيه الانفعالي، بيتعلم يعني ايه كرة في السن ده. الولاد الصغيرة المدرب ده بالنسبة لهم المثل الأعلى، يعني أي لاعب من اللي في الملعب دول كابتن بيبو. لو أي واحد من الولاد دول ما كلش مثلا، ما شربش اللبن بتاعه أو ما كلش أكله، ممكن ولي الأمر كده يجي مع نفسه كده واحدة يا كابتن فلان ما كلش أكله كويس، ما نامش كويس، ما ذاكرش كويس. بنقول في السن ده المثل الأعلى للاعب هو مدربه، هو اللي بيبني عنده المهارات، على فكرة بيبني عنده المعارف والمعلومات بتساعده بشكل كبير جدا في الدراسة. دايما الرياضي اللي بينتظم بشكل كويس جدا في الرياضة، بياكل كويس، بيشرب كويس، بيبقى متفوق في دراسته. لان احنا بنقول بنعلم اولادنا الصغيرين في السن ده في تراي انجل او مثلث تمشي عليه، نوم، تغذية، تدريب. لو نمت كويس واتدربت كويس وكلت كويس هتبقى قوي وكويس وهتبقى شبه كابتن فلان. فالكلام ده اللي دايما عايزين نتكلم فيه في هذه المراحل. عشان كده احنا ما بنخشش بقى في فنيات وبيلعبوا 4-3-2-1 ولا لا لا لا، الكلام ده ما بنشوفوش في هذه المراحل. المراحل دي محتاج ابني مهارة، ابني معارف، ابني لياقة، اعلم. لسه بيتعلم في حاجات كتير قوي بيتعلموها في السن ده الولاد، عشان كده لازم دايما نشجعهم. والكورة مع فريق سيلتا فيجو اعتقد دورة زي دي لما نشوفها عندنا ونشوف ويشارك فيها 20 فريق كبار ونشوف ان بتتلعب بهذا السيستم، احنا نطبق هذا السيستم عندنا ونمشي بيه واولادنا تتعلم منه. تشوف الاعلام النهارده بيساعد بشكل كبير جدا ان ينقل لنا اللي بيحصل بره. ايه كوره مع النادي الاهلي، تروح لسيف اهو، سيف بيرجع الكوره ورا عند يوسف جمال، تتقاطع مره تانية وتخرج بره الملعب، تطلع بره عند كابتن احمد سمير بيبو، عامل جهد كبير. لازم نقول ان مدرب المرحله العمريه الصغيره دي، ادي اهو كريستيانو الصغير اللي قلت لكم عليه اللي هو عنده 7 سنين لعب في باريس سان جيرمان، شويه كده كان العائله موجوده في فرنسا ولعب وشافوا قد ايه الحياه مع السن الصغير سهله جدا وبتتعامل بمنتهى السهوله. وادي محاوله انما مقطوعه بشكل كويس جدا، ترجع مره ثانيه حلوه في وسط الملعب، بيحاول يدخل عليها محمد رأفت انما تتقاطع، برافو، واخدها من جنب يوسف عفيف يقطع الكرة بشكل كويس. وادي محاولة للنادي الاهلي، يلا عايزين نشوف كرة للامام انما تتقطع في الوسط، عايزة تكمل بس للامام، عايزة تكمل للامام، وبترجع الكرة لجونزاليس يلعب كورته ورا لباريرو، تترد مرة تانية ل14 بريتو يلعبها في اليمين تقريبا 16 بريز اللي كان بيلعب في الشوط الاول، انما مقطوعه مره تانية ومحاوله بقى وانطلاقه للامام للاهلي. اعتقد طارق اللي بيتحرك ويقطعها منه قلب الدفاع باريرو الا ركنيه للنادي الاهلي. اتمنى بقى نشوف فيها حاجه. الكوره دي هم جابوا هدف من ركنيه خبطت، عايزين احنا نجيب برضك هدف بس ما تخبطش بقى نقول عليه الله هدف ملعوب. وادي الكره عاليه والراسيه، انما الراسيه ترد مره تانية وتخرج ناحيه اليمين ورمي التماس للنادي الاهلي. هيلعبها يوسف جمال، ادي بيبو بيوجه لاعبته بيقول لهم اتحركوا ازاي. وادي محمد رأفت بيطلع للامام، بتتلعب الكره سريعه في اتجاه يويو، انما يلعبها ياخدها الحارس على طول ليستون. ليستون بايده كوره اماميه ترد، انما النادي الاهلي الشوط الثاني في ضغط من النادي الاهلي، في حركه، كابتن بيبو غير طريقته اللي كان بيلعب بيها في الشوط الاول. وادي على طول كوره بتتلعب انما تخرج بره الملعب، اتلعبت. بقول لكم الاهلي الشوط الثاني في شكل ثاني، كانوا ماسكين كوره في وسط الملعب وبيمشوا ملعب في الشوط الاول، انما الشوط الثاني شايف انطلاقة أكتر في النص، تحرك على المرمى أكتر. ودي كانت أهي فرصة للساحر إنه يسجل، مسجل هدفين في المباراة بتاعة الصبح، أعتقد كانت قدامه فرصة يسجل. الكرة مع سيلتا فيجو، بيحاولوا ينقلوا الملعب للأمام، قلنا المباراة دي مدة الشوط تلت ساعة فيها طول الملعب. وادي سلجادو عاد للملعب مرة أخرى، مشهور بشعره كده الطويل، انما تخرج الى ركنيه لسيلتا فيجو.
نص ساعة مرت، يعني نقدر نقول 10 دقايق من الشوط التاني مرت، نص الشوط التاني مر، باقي نص الشوط التاني، وادي الركنية، الدور ده بيطلعها الدفاع، ترد مرة تانية ومحاولة ولمسة ورد مرة تانية، إنما ركلة مرمى، ركلة مرمى لسيلتا فيجو، ادي التسديدة وردت وكانت محاولة، حط ايده معاها محمد السيد ودخل يلعبها اللاعب سلجادو، وادي مرة تانية من رقم 8 مانويل جونزاليس اللي نازل الشوط التاني، ده بيلعب لاعب نص ملعب او ميد فيلد. كرة مع الاهلي، نما زحلقة من معتز. عايز اقول لكم السن ده يا جماعة الولاد بيبقى عندها التوتر والقلق اعلى من الكبار، فزحلقة اللي شفناها دي ممكن يكون نوع من القلق، الان عن هو باصص لانه عايز يكسب الماتش، فخد الكرة وبيلعبها اتزحلق، ده نوع من التوتر يحصل للولاد الصغيرة، الكلام ده ما نشوفوش في الكبار، عشان كده بنقول احنا بنتكلم للصغيرين وبنقول يعني رفقا اولادنا، بنتعامل معاهم بشكل نقول لهم برافو على اي نتيجه بتحصل في هذه المباريات. وادي ترد مره ثانيه ومحاوله للنادي الاهلي، نشوف بقى النقله دي هيحصل فيها ايه من وسط الملعب، لعبها حلوه قوي رأفت ناحيه الشمال ليوسف، استلام كويس جدا بيرجعها مره ثانيه ليوسف جمال، يوسف جمال شايف كده، شايفين والنادي الاهلي بدأ يتحركوا الشوط الثاني اكتر قدام، كنا الشوط الاول ماسكين كوره شويه ورا ليه النتيجه متغيره. وادي محمد محمود يلعب الكوره انما يمسكها الحارس على طول ليستو، بدا يبقى في فاعليه الشوط الثاني، انما الحارس ما شاء الله عليه طويل، الحارس فريق سيلتا دي البطوله دي بيشارك فيها انديه ريال مدريد، سيلتا فيجو، ليفربول، المدرسه الاسبانيه بدبي، نادي ليزي من غانا، على فكره فريقين من غانا بيشاركوا، الاكاديميه الكنديه، فريق باسكو من النمسا، برشلونه بيشارك في هذه البطوله، يوفنتوس بيشارك في هذه البطوله، نادي الاهلي، نادي اف اي اي انجولا بيشارك في البطوله، الوحده الاماراتي بيشارك، وادي دجله من مصر بيشارك، شباب اهلي دبي بيشارك في هذه البطوله، عندنا نصر بدبي بيشارك، نادي جانجو من غانا بيشارك، نادي روستوف من روسيا مشارك، الوصل الاماراتي، الشرق الاماراتي، طوكيو سيلت او طوكيو سيلت، يعني مجموعه كبيره زي ما احنا شايفين اسماء كبيره، برشلونه وريال مدريد ويوفنتوس وليفربول، وركله حره لسيلتا فيجو، ما زالت النتيجه تقدم فريق سيلتا فيجو، لو فضل الحال كما هو هيبقى سيلتا فيجو اول واهلي تاني، معلش، انما التعادل يدي النادي الاهلي افضليه ان يبقى هو متقدم للمجموعه. قلنا البطوله دي فيها 5 مجموعات، كل مجموعه 4 فرق، ليفربول ويوفنتوس وريال مدريد وبرشلونه وسيلتا فيجو الانديه اللي بتتصدر هذه المجموعات. وادي اللاعب 7 ميجيل انجل سيلجادو هيلعب الكوره، وادي تخبط في دفاع الاهلي، وادي ملمومه حلوه قوي، نطلع بقى ادي الاربعه هون، نتحرك مع الكوره، نتحرك مع الكوره، الولاد وقفت، الصفاره اتاخرت، الولاد وقفت، الصفاره اتاخرت، وبيدي انذار كان اتاخر، اتاخر الصفاره، وادي اهو الفاول اللي عمله ميجيل انجل سيلجادو واخد عليها انذار، لان كده اتطبق عليه قوانين كره، هنقوله فيه قوانين بتطبق، يعني الشد، حاجات اللي هي معروفه في كره القدم. وادي محاوله اهلاويه، انما اتلعبت ما اتلعبتش بالعرض، تروح للحارس ويمسك كورته. 5 دقائق متبقيه على نهايه هذه المباراه في المجموعه الرابعه اللي بتضم سيلتا فيجو والاهلي والشرقه والاكاديميه الكنديه في البطوله الدوليه للبراعم مواليد 2005 اللي هي بيطلق عليها اندر 13 او تحت 13 سنة، ودي تاني مرة تقام هذه البطولة، هو النادي الاهلي اول مرة يشارك فيها هذه البطولة، ان شاء الله كل سنة كده نشوف ولادنا يشاركوا في هذه البطولات، لانها حاجات جميلة جدا،
حاجه كده فيها يعني ما بحسش بالمنافسه قد ما بحس ان انا بقدم حاجه في قوانين كره القدم، استلام، تسليم، مهارات الاساسيه بتاعه الكوره ننفذها. الجميل ان انا في السن ده ممكن ما اضغطش بان انا عايز اكسب وافوز واضغط، لا انا عايز انفذ اللي اتقال لي في التدريب. وادي الكوره مره تانية مع الاهلي، محاوله للامام، وادي منقوله جميله انما يطول الحارس، الحارس قفل الملعب يعني واخد كده المنطقه الحر، المنطقه الحره بتاعته وحافظ تحركه فيها وقدر ياخد الكره قبل الدفاع. نضغط شويه خلاص 4 دقائق هتلاقي بقى ايه سيلتا فيجو هيحاولوا يحتفظوا بالكره. محتاج لعيبه النادي الاهلي من نص الملعب بيضغطوا عشان اي غلطه ياخدوا الكره. شوف بقى اساسات الكره عند لعيبه سيلتا فيجو شكلها ايه، انما مقطوعه حلوه قوي وهيعدي رأفت قطعها محمد كريستيانو، ها رايح الحارس اضطر يطلع ويطلع الكره ترد مره تانية وفاول، انما الحكم اهو مصفر بفاول، لا ده مدي فاول على النادي الاهلي، مدي الفاول على محمد محمود من الاهلي. ركلة حرة بعد نص الملعب، بنلعب في الدقيقة 16 من الشوط الثاني أو نقول الدقيقة 36 من المباراة، لأن زي ما قلت لكم المباراة دي 40 دقيقة على شوطين. اختلف تماما عن كرة القدم الدرجة الأولى، ال 45 دقيقة 90 دقيقة على شوطين، حتى مقاييس الملعب مختلفة. وادي فاول بيعمله مارادونا وركله حره مباشره لفريق سيلتا فيجو. شايفين حتى الاكاديميه اللي بتلعب فيها البطوله عامله زي منتجع رياضي، يعني في ملاعب، في اماكن ناس قاعده تحت الشماسي قاعده بتستمتع. وادي مردوده الكوره من محمد السيد وبيسجل فيها اللاعب رقم 15 ديفيد باريرو. لا اول ده عمار تقريبا اللي واقف، عمار هو اللي نزل، عمار مصطفى حارس الاهلي اللي غير، وباريرو ديفيد باريرو بيسجل الهدف. ادي ملعوبه من سلجادو ترد من عمار ينزل ويحطها، نموذج جميل اهو اهو على طول نزل وسجل هدف، هدف حلو. بيتقدم سيلتا فيجو على الاهلي بهدفين للا شيء. كنا شفنا يمكن هدف الشوط الاول كان جه من خطا غير مقصود، وممكن هو ده اللي يكون مأثر بشكل كبير جدا على الولاد، عشان كده كانوا بيحاولوا ان هم يعوضوا هذا الهدف. لو كانت نتيجه الشوط الاول انتهت بالتعادل كان هيبقى فيه كلام تاني. بقول لكم السن الصغير ده الدوافع عنده، النواحي النفسيه بتختلف تماما، عشان كده بنقول هذا النوع من المسابقات بنشجع اولادنا على اي نتيجه بينفذوها في هذه المباريات. ورمي التماس لسيلتا فيجو واخر دقيقتين من المباراه. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي، يمكن استمتعنا بوجبه للسن الصغير بشكل كويس جدا. براعي من النادي الاهلي مواليد 13 سنه اللي مشاركين في البطوله الدوليه المقامه على ملاعب الاكاديميه الدوليه للناشئين بدبي. وادي الكره بيحاول يلمها ويعدي محمد رأفت كريستيانو، عايز ياخد 7 كده بحرفنه، انما دخل ضغط عليه اللاعب وخد منه فاول. لعب على طول سريعه ومحاوله للامام، انما بيطلب الحكم ان الكره ترجع تتلعب من مكانها. ادي اهو بيتعاد لنا مره تانية. ادي قلنا محمد رأفت اهو شايل بكريستيانو، شفنا كريستيانو، شفنا الساحر، وشفنا مارادونا. اولادنا شجعهم دايما على هذه المسابقات، طبعا اشتراكهم لاول مره في دوره زي دي، ظهورهم قدامهم. اه فازوا هنا بالبطوله الدوليه اللي نظمت بطوله الصيد الدوليه، انما لما بيطلع ويركب طيارة ويسافر مع فرقته ويشوف فرق ويسمع ريال مدريد وبرشلونة والأندية دي، كل دي حاجات
لها تأثير ممكن تعمل نوع من القلق، إنما مع المشاركة ومع الوقت مع تختلف. عشان كده بنقول البطولات دي بتبني قاعدة حلوة جدا، وبنشجع ان اولاد النادي الاهلي يشاركوا في كل البطولات اللي في المراحل اللي زي دي، لانها بتبني عنده حاجات كتيره جنب الدوافع، جنب كره القدم، بتبني الناحيه النفسيه بشكل هايل جدا جدا. وكل ده في النهايه لو طلعنا فوق في الدرجه الاولى ينتهي ان احنا بنعمل حاجه حلوه للفريق الاول لمنتخب مصر، ان احنا في النهايه يهمنا مصر، النادي الاهلي يهمه طبعا مصر، ومصر طبعا تهمنا كلنا. وبنلعب في الدقائق الأخيرة من المباراة، خلاص انتهى الوقت الأصلي، ومحاولة للنادي الأهلي، وادي التسديدة، انما دخل معها الحارس وترد مرة تانية، ولسه انما تضيع الفرصة. معلش تخرج الكرة الى خارج الملعب، ادي اعادة مرة تانية، التصويبة حارس صدها بشكل كويس من يوسف، وادي مردودة مرة تانية، وحاول يجري عليها طارق فوزي، انما بياخدوها لعيبة سيلتا فيجو. واعتقد من لحظة واخرى ممكن حكم المباراة، احنا بنلعب دلوقتي اهو دقيقة فوق الوقت الاصلي، والكرة مع فريق سيلتا فيجو، دورة جميلة جدا بناخدها من منظور جميل جدا لولادنا، نهتم ونتمنى ان تتكرر هذه البطولات، تتكرر هذه المسابقات. ممكن الولاد الماتشات اللي جاية تلاقيها بيأدوها بشكل افضل معنويا، احساسي ان انا بلاعب فريق من اسبانيا برضك لها تأثير على الولد الصغير، انت هتلاقي ولي الامر بتاع الطفل ده قاعد بيتفرج بيبقى الان، فما بالك بيه وهو في الملعب. وادي الكوره على طول تتقطع مره تانية، ولسه الوقت معانا، والكوره مع النادي الاهلي، محاوله الامام كانت هتلعب لرأفت انما تتقطع وترد عند السلجاد، وان معاها بيطلق حكم المباراه. صفاره النهايه بعلن نهايه احداث الشوط الثاني من مباراه الاهلي وسيلتا فيجو ضمن البطولة الدولية اللي بتنظم في دبي. إن شاء الله هنكون معاكم غدا إن شاء الله في أوقات أخرى، أكيد هتتابعوا من خلال شريط الأخبار، أخبار هذه الفرقة وأخبار هذه الدورة وأخبار هذه البطولة والمباريات القادمة. سعدت معاكم المعلق الرياضي علاء متولي، بشكركم وبشكر فريق عمل قناة النادي الأهلي، وبشكر الإعداد على التجهيز لهذه البطولة. بشكركم وإلى اللقاء في مباراة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.